السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أيام الحلمية بعض العائلات أثرت فيها كثيرا، وخاصة كان أغلبهم تترأسهم امرأة في الغالب أرملة. أول عائلة أثرت فيها كانت عائلة السيد صالح، ودي كانت عائلة أصلها من النوبة. كانت الوالدة رحمة الله عليها طيبة جدا وخلوقة جدا هي أولادها، ودي كان من طباع أهل النوبة. كان بتعلمنا معنى الترحيب والابتسامة والحفاوة، وكان دايما بتطبخ لنا الحاجات اللي احنا عايزينها، خاصة كان بدلعاني كتير جدا. أنا كان بتحب تطبخ لي حاجة اسمها الويكا، اللي هي البامية الناشفة اللي كان السودانيين والنوبيين بيحبوا ياكلوها. طبعا دي علمتني ازاي ان انا احب اهل الجنوب واحب الكرم والخير اللي هم كانوا بيعلمونا من خلال اخلاقهم الحميده. العائله الثانيه اللي اتعلمت منها كثير هي برده كانت ساكنه في نفس البيت اللي احنا ساكنين فيه، بس كانت في الدور اللي تحت الارضي اللي كان دايما في ايام الفيضانات بيتملي بالميه عشان منسوب مياه النيل. ودي عائله كانت برده الام يعني ربه البيت كانت ارمله، وكانت لها اربع اولاد، ثلاث ذكور وبنت. هي كانت بتشتغل غسالة تغسل في البيوت، والبنت الكبيرة كانت بتشتغل ممرضة في المستشفى، والابن الكبير كان بيشتغل مكوجي. لكن الثلاثة أصروا على أنهم يربوا الشابين الصغارين عشان يتعلموا تعليم عالي جدا، والحمد لله كلا الشابين طلعوا دكاترة وتخرجوا من كلية الطب جامعة القاهرة في القصر العيني، وطلعوا أحسن من أولاد المشايخ والمأمور اللي هو صاحب العمارة اللي احنا كنا ساكنين فيها. دي العائلة التانية اللي أثرت فيها، للأم العظيمة دي اللي تضحي بكل شيء عشان تربي أولادها هي وبنتها وابنها الكبير. العائلة التالتة اللي احنا نتكلم عنها أيضا هي عائلة طنط سعدية، وهي كانت عايشة مع والدتها، كانت من أصل مسيحي أيضا، وكانت ساكنة في العمارة في الدور اللي فوقينا، وكانت تأسلمت طبعا، وكانت بتحب المرح وروحها جميلة جدا ودايما اللي بتسامع على وشها، وكانت بتشتغل يعني حكيمة في مستشفى القصر العيني. وفي يوم من الأيام يعني كان بتعالج أحد المرضى اللي هو كان باسمه جدار شركة مرموقة جدا في مصر في نفس الوقت ده، وكان من عيلة كبيرة جدا في الصعيد. فطبعا لحسن خلقها وتعاملها الجيد الكريم اتجوزها وخلف منها حوالي أربعة أطفال، ثلاث ذكور وبنت. وطبعا احنا عارفين عادات الصعيد يعني، لأنها مش من نفس المستوى الاجتماعي بتاع عيلته، فأعتقد حرم الأولاد من الورث، لكن استطاعت إنها تربي الأولاد وحدها كأرملة. واعتقد ان اثنين او ثلاثه من اولادها طلعوا دكاتره وكانوا ساكنين جنبينا كذلك. طبعا يعني هذه تدل على اصرار المراه على بناء المجتمع، سواء كانت المراه دي متزوجه وزوجها عايش او ارمله او وحيده كذلك. دي بالنسبه لعائله طنط سعديه او خالتنا سعديه. العائله الاخرى ايضا كانت ارمله، كانت من اقاربنا، وكان ليها ايضا طفلين صغيرين لما مات الزوج، وأصرت هي والدتها رحمة الله عليهم كل اثنين ده. المعاشات كانت بسيطة جدا جدا في الوقت ده، إنها تربي الولدين، وطلعوا الولدين تخرجوا من كلية التجارة ومعهد العالي التجاري وأصبحوا رجالة بسم الله ما شاء الله مرموقين في المجتمع. العائلة اللي بعد كده هو برضك أحد العائلات اللي هي كان فيها الجدة كانت أرملة، والأم كانت برضك أيضا أرملة ومطلقة في نفس الوقت، والبنت الصغيرة اتجوزت واتطلقت وخلفت أربعة أطفال، لكن استطاعت الأم والجدة أنهم يربوا أربعة شباب بسم الله ما شاء الله، كلهم خرجوا من الجامعة. فهنا ما بين خرجوا من الجامعة يعني كلية الزراعة وكلية التجارة الفنية العسكرية إلى آخره إلى آخره، وأصبحوا رجالة مرموقين جدا 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 في المجتمع. العائلة الأخيرة وليست آخر العائلات هي أثرت فيها، كانت في طنطا وما كانتش لا أرملة ولا مطلقة، كانت اسمها طنط نزيرة. وطنط نزيرة دي كانت بتحب التعليم جدا، وكانت دايما وهي
مع أولادها بتحب إنها تقرأ معهم، فرفضت إنها تكون قاعدة في البيت ما بتعملش حاجة، فأصرت على إنها تتعلم مع أولادها وخدت الابتدائية، حصل على الابتدائية وحصلت على الإعدادية وحصلت على شهادة الثانوية العامة مع أولادها، علشان كل هذا بيثبت لنا إن المرأة المصرية أو المرأة عموما تستطيع أن تكون قادرة على بناء أسرتها وبناء المجتمع. فدور المرأة بالنسبة لنا في بناء المجتمع هو دور محوري. جزاكم الله خير أنكم شاهدتم الفيديو، وأتمنى أنكم تفعلوا جرس وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.